السلام عليكم. إيران بدأت بالإعداد لمواجهة الجيش الأمريكي في جبهة مختلفة وجديدة، لا بل إنها قريبة للغاية من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التفاصيل كانت قد نشرت في 24 ساعة الماضية من قبل إيران أوبزيرفر وإيران سبكتيتر، ونقلوا هذه التفاصيل أيضا من قبل الصحافة الأرجنتينية. بالإضافة إلى ذلك، أن قبل 6 أيام أيضا إحدى أهم الصحف الأرجنتينية ألا وهي إنفوباي كانت قد تحدثت عن تفاصيل مشابهة ومقاربة لما ذكرت من قبل الإيران أوبزيرفر والإيران سبكتيتر. التفاصيل هذه تحدثت بأن هنالك مستشارين تابعين لحزب الله اللبناني وصلوا مؤخرا إلى فنزويلا، وذلك من أجل تدريب الميليشيات الوطنية البوليفارية التي تأسست في عام 2009 وتمتلك مقرا رئيسيا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وكذلك أن هنالك 3.2 مليون مقاتل لدى هذه أو في هذه الميليشيات التي تعمل تحت غطاء وتحت إطار القوات المسلحة الفنزويلية التي يقودها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وهذه التدريبات وهذا الإعداد هو يأتي من أجل مواجهات مستقبلية ضد الجيش الأمريكي. وفنزويلا هنا لا تبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية إلا عبارة عن مسافة 1850 كيلومترا فقط عبر كوبا، كي يصل أي هجوم من فنزويلا مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه المسافة ليست بالعادية أبدا، وهي خطيرة للغاية. كذلك عمليات التدريب والإعداد هنا تأتي من ضمنها ويأتي من ضمنها عمليات التخطيط لحفر أنفاق في غابات الأمازون الموجودة في فنزويلا هنا بهذا الاتجاه على طريقة الفيتنامية. وبالنسبة لحزب الله اللبناني يمتلك أنفاقا أساسا في جنوب لبنان وهو متخصص بهذه المسألة، كما هو الحال لإيران التي تدعم حزب الله اللبناني والفصائل الأخرى. إيران أيضا متخصصة في بناء الأنفاق، إن كانت على مستوى المفاعلات النووية أو الأنفاق الخاصة في القواعد المهمة التي تهم إيران مثل القواعد الصاروخية. ونرى حركة حماس في قطاع غزة أيضا متخصصة في الأنفاق وغيرها، وبالتالي نقل هذه التجربة إلى هذه المنطقة لحفر هذه الأنفاق، بالإضافة إلى أيضا التخطيط مستقبلا لبناء مصانع خاصة بصناعة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الإيرانية في داخل فنزويلا، دون حاجة إيران لإرسال هذه الطائرات المسيرة والصواريخ وتشعل المنطقة بأكملها، وبالتالي تظهر فنزويلا وكأنها هي التي تصنع الصواريخ والطائرات المسيرة، بالضبط كما فعلت إيران مع روسيا عندما أيضا أرسلت لها الطائرات المسيرة شاهد 136 في بادئ الأمر. لكن في نهاية المطاف بنوا مصنعا لصناعة هذه الطائرات المسيرة، أدخلت روسيا بعض التعديلات عليها وتطورت طائرة شاهد 136. وهنا إيران تمتلك نفوذا كبيرا وجديدا في هذه المنطقة، وبدأت التحركات العسكرية تتصاعد عن طريق حزب الله اللبناني، أو حتى في تقارير سابقة عن وجود لمستشاري الحرس الثوري الإيراني يتواجدون في فنزويلا لتحقيق مثل هذه الإجراءات. ولا بد من الانتباه هنا، مثل هذه التحضيرات توضح بأن إيران تريد أن تمتلك قوة ردع ضد الولايات المتحدة الأمريكية وتهديد مباشر من جبهة جديدة هنا من فنزويلا بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. 1850 كيلومترا تعتبر لا شيء وأمر تستطيع إيران من الوصول وقطعه، كما قطعته كذلك جماعة الحوثي وغيرها من الفصائل تتمكن وقادرة على عبور هذه المسافة. وفي نفس الوقت أيضا هي تمتلك الأنفاق في حالة أن مستقبلا الولايات المتحدة الأمريكية حاولت مهاجمة فنزويلا على سبيل المثال لمواجهة هذا التهديد، سيمتلكون هذه القدرات. وطبعا هذه القدرات أيضا هي تأتي لمساعدة نيكولاس مادورو في مواجهة أيضا المعارضة الفنزويلية تحديدا وأن يتمكن منها. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن حزب الله أيضا متخصص هو وإيران في مواجهة أيضا التظاهرات وإنهائها، وكذلك هذه القدرات أيضا تعطي فنزويلا القوة وقوة الردع على مواجهة أي تهديدات من أي دولة ممكن أن تواجهها طبعا في أمريكا الجنوبية. وإيران الآن تفتح جبهة جنوبية جديدة ممكن أن تتصاعد بشكل أكبر في الفترة القادمة. ومسألة الطائرات المسيرة الإيرانية أساسا
في فنزويلا هي موجودة وموجودة منذ 4 سنوات مضت. في 4 سنوات الماضية وتحديدا في عام 2020 كان قد ظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهذا الشكل، وظهرت هذه الطائرات المسيرة أو الطائرة المسيرة، وبالتدقيق عليها أنت أمام طائرة مهاجر 6 الإيرانية تحديدا هي الطائرة التي ظهرت لدى فنزويلا. وفنزويلا بدأت تذهب بهذا الطريق وبدأت ترفع من عملية التعاون والتواصل العسكري وعلى العديد من المستويات مع الجانب الإيراني، وذلك بسبب العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من هذا العام على فنزويلا، وقالوا بأن هذه العقوبات سيتم تطبيقها في 18 من أبريل، والعقوبات تستهدف بشكل مباشر قطاع النفطي وقطاع الغاز الخاص بفنزويلا، بسبب أن فنزويلا لم تمتثل إلى الاتفاق الذي وقع مع المعارضة الفنزويلية. وتعلم فنزويلا أن أي عقوبات ممكن أن تفرض على هذا القطاع سيعني نهاية الحكومة الفنزويلية ومعاناة أكبر وتضخم أعلى، ولن يكون هذا الأمر في مصلحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وعلى هذا الأساس ذهبوا بسرعة. بعد 18 من أبريل كان هنالك تأجيلا من الولايات المتحدة الأمريكية لطبيعة هذه العقوبات، لكن طبعا فنزويلا لم تكذب خبرا وبدأت تعمل على تقوية علاقتها مع إيران، لأن إيران أيضا تتعرض للضغوط في المسألة النفطية، وبالتالي ضغوط هنا يعني بأنهم سيتعاونان سوية إن كانت فنزويلا وإن كانت إيران، من أجل أن يكون هنالك دعم لبعضهم البعض وتقوية إيران لجبهتها كذلك في فنزويلا في نقطة استراتيجية مهمة للغاية. وفنزويلا مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات في شهر يناير من هذا العام، في مارس مباشرة ذهبت وتحركت فنزويلا إلى إيران من أجل إعادة ترتيب العلاقة النفطية مع إيران، بسبب أن فنزويلا تخلفت نوعا ما عن دفع بعض الدفعات المطلوبة منها من النفط الإيراني. هنالك إعادة لترتيب الوضع هنا بدأت بالعمل عليه فنزويلا، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه العلاقة بين فنزويلا وبين إيران هي ليست بالعلاقة العادية، بل هي علاقة وطيدة للغاية. وهذا الأمر أصبح أكبر مع زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إيران في عام 2022، وتم الإعلان آنذاك بأنهم وقعا اتفاقا، البلدين وقعا اتفاق تعاون بينهما يمتد لعشرين عاما. بعدها في عام 2023 ذهب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة فنزويلا كذلك، وبهذا الشكل، وطبعا أعلنوا عن عملية رفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بين البلدين، ارتفاعا من 3 مليارات. وبالتالي هنالك تطور كبير بهذه العلاقة، ممكن أن يصل إلى مراحل متقدمة للغاية، وها هو يصل إلى هذه المراحل العسكرية. وهنا نرى بأن إيران وسعت الأمور بشكل كبير بعد أن فرضت قوة ونفوذ على منطقة الشرق الأوسط، نفوذ عالي للغاية عبر العراق وسوريا ولبنان، وكذلك جماعة الحوثي في اليمن التي أظهرت الكثير من القدرات أثناء الأزمة التي لا زالت تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أي الحرب في قطاع غزة. وأظهرت إيران أيضا بأن لديها سيطرة عالية على المضايق المائية، إذا كنا نتحدث عن مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، الخليج العربي لديها قدرات للضغط عالية في هذه المنطقة. كذلك أنها بدأت تعمل بشكل كبير على تقوية علاقاتها في مستوى وعلى مستوى الغاز مع باكستان، تقوية العلاقات الثنائية مع الهند، لديها علاقات استراتيجية مهمة للغاية مع الصين وكذلك مع روسيا، أرسلت الطائرات المسيرة كما تحدثنا لروسيا والصواريخ البالستية الخاصة بها كما تحدثت المصادر البريطانية. لم نرى روسيا تستخدم الصواريخ البالستية الإيرانية على أوكرانيا، لكن ممكن أن نرى هذا الأمر قريبا، وكانت هنالك تقارير من سكانيوز كانت قد تحدثت عنها. ترى إيران هنا تشاغل بشكل كبير في هذه المنطقة، والآن ذهبت الآن إيران إلى فنزويلا لتفتح هذه الجبهة الجنوبية على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر لم تتجرأ لا الصين ولا روسيا من الذهاب باتجاهه، لكن إيران الآن ذهبت باتجاه هذا الأمر، ولا تقارير نهائيا واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية حول طبيعة التقييم الأمريكي لمثل هذه التحركات. ننتظر طبعا ونرى.